بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس القصير، هل هناك علاقة بين الإعجاز الرقمي وعلم الغيب؟ واحد، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. اثنين، جميع المحاولات التي تهدف لربط أعداد القرآن بأحداث تاريخية أو سياسية هي أمور ظنية قد تصيب وقد تخطئ. ثلاثة، الأجدر بنا الابتعاد عن التنبؤ بالغيب والبحث عن أساس علمي متين نخاطب به غير المؤمنين. والله أعلم.